ولما لم يبق مع الإمام الحسين إلا أهل بيته، وأول من تقدم من بني هاشم أبو الحسن علي الأكبر. أبتاه يا ابن رسول الله، إن أصحابك قد صرعوا جميعا ولم يبقى معك إلا أهل بيتك، وقد أحببت أن أكون أول من يقتل بين يديك من آل أبي طالب، فأذن لي بالقتال. فأرخى الحسين عليه السلام عينيه للدموع وأطرق، ثم قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه. اللهم فامنحهم بركات الأرض، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. وعندما نظر إليه الحسين أومأ إليه أن اقترب مني، فعانقه عناقا طويلا وأخذ يشمه ويبكي بكاء عاليا. ثم إن علي الأكبر ودعا عمه العباس وبني هاشم. ولي يحجي حسين أبو السجاد ويا الأكبر يودع، يا ابن بالوداع اليوم تلشم قلبي ويدفجع، عازم على الجهاد تريد تقصد جيش عادينا، يا حقك من تشوف القايم فزعت يا علي علينا، واجب يا علي بهاليوم ننصر دين هادينا، يا بالدم يا ابن واس اليوم جدك وامك هي البضعة. يا ابن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. ثم إن علي الأكبر ركب فرسا للحسين تسمى لاحيق، وتقدم نحو القوم شاهرا سيفه، فقال: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. الله أكبر.
الله أكبر، الله أكبر. من هذا الفتى؟ من هذا الفتى؟ من هذا الفتى؟ قد قتل رجالنا. من هذا الفتى؟ فقال رجل من العسكر وهو بكر بن غانم: من يكون هذا الفتى الذي قتل من رجالنا هذه المقتلة العظيمة؟ قد أشبهت صولاته صولات علي بن أبي طالب. إنه علي الأكبر ابن الحسين، جده لأبيه علي بن أبي طالب، وجده لأمه عروة بن مسعود سيد ثقيف. فقد جمع هذا الفتى شجاعة بني هاشم وزهو بني ثقيف. يا بكر بن غانم، يا بكر بن غانم. لغم أيها الأمير، لا أرى مجندلا لهذا الفتى الهاشمي بطلا سواك. أخرج إليه واعتني برأسه ولك عندي الجائزة. سمعا وطاعة يا مولاي. ليلى أم علي الأكبر تراقب ولدها في باب الخيمة من خلال النظر إلى وجه الحسين عليه السلام، فقالت: يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، أرى لون وجهك قد تغير، هل حدث لولدي مكروه؟ ادخلي يا ليلى إلى خيمتك وادعي لولدك، فإني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن دعاء الأم مستجاب في حق ولدها. فقال بكر بن غانم وقف مناديا: سيدنا علي الأكبر. يا علي، يا علي، إن لك رحما بأمير المؤمنين يزيد، ونريد أن نرعى القرابة والرحم، فإن شئت آمناك. أيها الجاهل، إن قرابة رسول الله أحق أن ترعى. صيد الملوك ثعالب وأرانب، وإذا برزت فصيدي الأبطال.
ثم عاد إلى أبيه وهو يقول: أبتاه، إن العطش قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل لي من شربة ماء أتقوى بها على الأعداء؟ وغوثاه، أنى لي الماء يا نور عيني. بني علي، ضع لسانك على لساني. وضع علي الأكبر لسانه على لسان أبيه، فوجده كالخشب اليابسة، فقال له: أبا، إن لسانك أيبس من لساني. فقال له الحسين: يا بني، ارجع إلى أمك كي تقر عينها بك، فإنها هناك تدعو لك. فرجع علي عليه السلام إلى أمه، فوجدها مغمي عليها، فقال لها: أماه يا أماه، أما تحبين أن تفتخرين يوم القيامة عند فاطمة الزهراء؟ يا أماه، انظري إلى هذه النسوة، كل منهن تأتي يوم القيامة إلى فاطمة الزهراء وتفتخر عندها بولدها أو بأخيها أو بزوجها. يا أماه، أما تحبين أن تقولي لفاطمة الزهراء يوم القيامة: يا فاطمة، إني فديت ولدك الحسين بولدي علي؟ فقالت له: بني علي، بيض الله وجهك، انطلق يا بني إلى نصرة أبيك الحسين. فودعها وتعلقت به النساء والأطفال، وأحطن به وتعلقن بأطرافه، وقلن: يا علي، ارحم غربتنا، فوالله لا طاقة لنا على فراقك. فلم يعبأ بهن، لأنه يرى حجة الوقت مكثورا، قد اجتمع أعداءه على إراقة دمه الطاهر. ثم إن علي الأكبر عاد إلى أبيه، فودعه وتعانقا عناقا شديدا. وركب جواده وشهر سيفه، وتقدم نحو القوم وهو يرتجز ويقول: الحرب قد بانت لها حقائق، وأظهرت من بعدها مصادق، تالله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق.
فكر عليهم يفعل فعل أبيه وجده، وعلي بن الحسين يشد على القوم فيهزمهم، فطعنه مر بن منقذ العبد بالرمح في ظهره وضربه بالسيف على رأسه، ففلق عامته واعتنق فرسه، فاحتمله إلى معسكر الأعداء وأحاطوا به حتى قطعوه بسيوفهم إربا إربا، ونادى رافعا صوته: عليك مني السلام يا أبا عبد الله، هذا جدي رسول الله، قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. لما سمع الحسين صوت ولده علي الأكبر انقضى على جهة الصوت، وعندما وصل الحسين إلى ولده علي الأكبر انكب عليه، أخذ رأسه وضعه في حجره. بني علي، على الدنيا بعدك العفو، قتل الله قوما قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة رسول الله. بينما هو عند ولده وإذا به يسمع صوت امرأة من الخيام تنادي: وعليا وحبيبا. فنهض الحسين من ولده وقال إلى بني هاشم: يا بني هاشم، احملوا أخاكم، فوالله لا طاقة لي على حمله. وتوجه نحو الخيام وإذا بها أخته زينب، فقال لها الحسين: أخي زينب، ارجعي، إن خدرك أعز علي من ولدي، ارجعي يا أختاه. يا خويا حسين، يا عين، وين ابنك تقطار؟ دليين يا خويا على المشكار، شفت المهيار والقلب فرفار، خال السرج بعنانه يعثر، اسمع هويل بالكون كبار، اظن حاط على ابني كل عسكر يقلع ودهم يا عينه، تحدر شكلك يا زينب راح الاكبر.